trouvais vous entre d'un autre. D'accord. قاعة المجار وقاعة العروض الكبرى بقسنطينة، ها هي برنامج سينما الديوان يحط الرحال بمدينة وهران من خلال إعادة الاعتبار لهذه القاعة العريقة، قاعة السعادة، واليوم سيكون الافتتاح الرسمي لهذا البرنامج من خلال عرض الفيلم لا لا لوند الحائز على عدة أوسكارات. وطبعا هذا البرنامج سينما الديوان الذي يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة والسيد والي ولاية وهران، فتبالي اليوم الدعوة لكل محبي السينما ولكل مهتمين بهذا الشأن السينمائي المهم. تم فتح اليوم رسميا قاعة سينما السعادة بعرض أفلام هذه على مدار 3 حصص في اليوم. هذه الأفلام هي نفسها الأفلام اللي تعرض في قاعة السينما في أوروبا، وهذا الفيلم اللي نشوفوها اليوم كانطلاقة هو من أفلام اللي اليوم نشوفوه في ليزافيش في العواصم الكبرى في أوروبا.